السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تحليل ما بعد مباراة جورجيا، كاين بعض الأخطاء خصوصا غنظروا على عبد الرزاق حمد الله، لأنه عبد الرزاق حمد الله أول مباراة كيلعبها بعد ما رجع المنتخب. إذا في التحليل شنو دار عبد الرزاق حمد الله في هذا الماتش؟ السيد دار 10 المرات أبيل دوبال، يعني كان مركز مزيان وقرأ التيران وطلب الكرة وراء ظهر المدافعين، ولكن الكابتن ماجد بوفالينيو ما كيطلقهاش من رجله، زائد ذاك اللعاب الجديد اللي جا باغي يلعب راسه، الشاعر كذلك، يعني كاين واحد العشوائية، كل شي بغى يلعب راسه. هذا الشيء هذا اللعب ماشي هو اللي بغيناه، خاصنا إعادة ترتيب الأوراق، وخاص الركراكي يعني يهضر مع اللعبة، لأنه هذا اللعب ماشي لعب المونديال، هذا اللعب يعني لعب عشوائي اللي ما كيديروش الفراقي الكبار. على العموم أغلب اللاعبين لعبوا مزيان، كنتمناو الخير في ما هو